أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة، في يوم جديد، في قصة جديدة، في سلافة جديدة، في في تصوير جديد، تصوير جديد، في أبو عدي في جديد لايك جديد، جديد. في لايك جديد. بنرحب فيكم بهاي الحلقة الخفيفة على قلوبكم وعلى قلوبنا إن شاء الله. بدنا نحكي اليوم في موضوع مهم جدا يا أخوان، وهو موضوع الاتجاهات. نتكلم اليوم عن موضوع الاتجاهات. بهمنا اليوم نعرف اتجاهات الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب، ماذا تعني بالنسبة للرومان، وماذا تعني بالنسبة لليهود، بالنسبة للأمور هاي. يعني معلومة اليوم اللي بنحكي فيها هي عبارة عن اتجاهات، وإنه الاتجاهات هاي مهمة في بعض المواقع لكن مش في كل المواقع يا إخوان. يعني مش كل المواقع بهمني الاتجاه، تمام؟ لما باجي باخذ الاتجاه لازم تكون عندي الجبال كلها باتجاه واحد. كيف يعني؟ كيف يعني؟ يعني أنا هسه على جبل، الجبل نازل نزول، اللي بعده نزول، تمام؟ المنطقة اللي تحت جاية بهذا الاتجاه، والمنطقة هذيك جاية بهذا الاتجاه، لكن كله نزول، كله نزول. بهمني آخذ الاتجاهات هاي ماشي باتجاهات المقابر أو فتحات المقابر، لكن مش فتحات السكن، تمام؟ يعني اتجاه الغربي، اتجاه الغرب هذا هو هيك ماشي. الآن باخذ اتجاهات المقابر بهذا الاتجاه، لكن ما باخذ اتجاهات البيوت. البيوت راح تكون بالاتجاه المعاكس، هذا الغرب، الشرق بالاتجاه هذا، إذا راح تكون البيوت باتجاه الشرق ماشي. في بعض الحضارات، مش في كل الحضارات، تمام؟ مناطق اللي بنحكي عنها بيكون جبل هيك وجبل هيك، وهنا في عندي مدافن وهون في عندي مدافن، لكن منطقة منغلقة على بعضها، لكن هاي منطقة مفتوحة. يعني أغلب الجبال هون جاية بالاتجاهات، كله باتجاه الغرب المقابر، باتجاه الشرق البيوت، شمال الجنوب مش بيناتنا، ما بدنا إياها، لكن كله راح نلاقيه باتجاه الغرب. طيب أول قطعة راح نشتغل عليها، طيب احنا اشتغلنا قبل شوية شفنا مقابر، مقابر لكن ما أسعفني الوقت هناك إني أصورها، لكن المقابر جاية اتجاه واحد كامل. هون ما بتبع قاعدة سلسلة المقابر أو سلسلة المقابر، ما بتبع هاي القاعدة. ليش؟ الجبل كامل صخري، يعني مش سناسل جاي الصخر، لا، الجبل كامل صخري. حضارة قوية كانت في المنطقة، حضارة رومانية وثنية، حضارة رومانية حديثة، اليهود ما اشتغلوا فيها هون كثير، لكن كانت الحضارة الرومانية مسيطرة على المنطقة كاملة. بناخذ التاريخ قبل ما ننزل على المنطقة عشان نفهم ايش الوضع تبعها. الشغل الاول يا اخوان، الشغل الاول اللي راح نشوفه هي عبارة عن هاي الصخرة، تمام؟ اتجاهها اتجاه الغرب، هذا هو الاتجاه، هاي غرب الشمس، هاي شايفين الشمس وين تغرب قاعدة، هاي الشمس هون، هاي اتجاه الغرب. الان لو بدي اجي اتجاه هذا راح اجي على البوابة على طول. البوابة واضحة، يعني إذا أنت بتشوف البوابة هي بوابة واضحة ما عليها كلام. اللجف اللي جينا حكينا عنه قبل هالمرة، تمام، ذكر هذا اللجف اللي جينا حكينا عنه قبل هالمرة وبنظلنا نحكي عنه في كل مرة، اللي هو المستطيل ناقص ضلع، هي نوع من أنواع اللجف، مستطيل ناقص ضلع، حلو. طيب الآن هاي الصخرة اللي في النص هي عبارة عن تسكيرة. إذا في عندي بوابة على طول دخول للمقبرة، بوابة على طول دخول للمقبرة. التفاصيل الداخلية شوي لأنه هنا كان يجي أمطار وهذا فمنتهي الصخرة، لكن التفاصيل الداخلية بنقدر ناخذها عن إشارة أو إشارتين موجودات على الصخرة نفسها. الصخرة هاي عليها مستطيل، إذا في عندي مقبرة، تمام؟ الآن لو بدي أتابع على الصخرة شو في كمان إشارات، راح ألاقي هون كمان مستطيل، هيو طيب، راح ألاقي تثبيت، هيو. شو أهم إشي ممكن ألاقيه؟ إني أعرف جنس اللي موجود تحت، أعرف مين هو، هو عبارة عن ذكر، تمام؟ مع جرن، يعني هاي الذكر هو شخص واحد مش واحدة، هاي الذكر، هاي الجرن، تمام، نزول مع جرن ثاني، نزول 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 إلى آخره، إلى إشارة المربع، تثبيت عندي. اللجف سهل جدا،
افحصه سريع 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 سريع، ما بدي اتاخر هيك لانه في اشي ثاني راح اورجيكم اياه كمان، بدي افحصه سريع. تفضل ابو عدي، خلي صور ابو عدي المصور معنا ابو عدي. تمام افحصه سريع، بديش اطول فيه يا اخوان. الان راح اخذ من اشاره النجف بالاتجاه هذا عشان اشوف الفراغ تبعها. تمام، هاي اشاره النجف وراي صارت كويس، اشاره النجف وراي، بدي اروح بالاتجاه هذا لانه مبينه اتجاه الغرب، هي اتجاه الغرب البوابه، بدي اخذ بهذا الاتجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيق تمام، اخذ بالاتجاه هذا وامشي بس، ليش اكثر من هيك؟ ما سووش اكثر مني. هي تسكيت المغاره هون، يعني مغاره صغيره مش كبيره، بوابتها كبيره لكن هي مغاره صغيره. برجع اخذ هاي بس على مهلي شويه، بسم الله الرحمن الرحيم، واطلع. هاي تسكيره تبعت. تمام، بدي اخذ الفراغ تبعها يمين تسكير المغاره. مش هيك مقصه، بدي اخذ البوابه تبعتي يمين واروح بالاتجاه هذا اشوف لوين واصله، واصله للنقطه هاي. تمام، واصلي لهون. شو هاي؟ حلو، واصل لهاي النقطة، باخذ الاتجاه اللي بعده، حطيتها على شمالي، وين واصلة؟ لحد هون. سريعة سريعة، مغارة حلوة. يعني 3 متر دائري كامل. تقريبا 3 3 أو 4 4. طيب أكثر من 3. تمام، بدي آخذها معدن، أشوف المعدن اللي فيها، إذا فيها معدن ولا لا. هاي ما فحصتها، هسه بفحصها. في عندي تردد، بدي الحق التردد، ارجع لورا بودي، بدي الحق التردد، عم تعطيني تردد، رجعني. حلو حلو، اعطتني تربيعة دغري، يعني هاي اعطتني تربيعة دغري، رجعتني. اذا الشغل تبعك في هاي نقطة الصفر، هون احنا نقطة الصفر، اعطتني تربيعة على طول، إشارة مغارة هون، هيها إشارة المغارة. ناخذ العمق، العمق تبع الجرن مش عالي، إذا هي مغارة سطحية، إذا مجرد الدخول من البوابة، مجرد الدخول من البوابة أنت دخلت على المغارة، بس مجرد ما تفتح البوابة أنت دخلت على المغارة. مغارة فيها معدن، لكن معدن خفيف شوي، مش كثير. تمام، لكن محرز الواحد يشتغلها، إحنا ما بنشتغلها يا إخوان لأنه هاي حرشة، أراضي دولة ما بنشتغلش فيها. هاي حرشة يا إخوان، أرض دولة، ما راح نشتغلها، ما مش راح نثبت لحدا إنه فيها ذهب ولا لا، ما بهمناش، بهمنا تتعلموا بس. فنطلع على هذي، نفس العملية الآن باتجاه الغرب، البوابات باتجاه الغرب، راح ناخذ الشكل الثاني هون، لكن هون مغارة كبيرة، ممكن إنها تكون يعني بتأدي لما عدة مقابر. تمام، طبعا لاجفة جاهزة، ما عليها كلام، لاجفة جاهزة، هاي متحرك، هذا الصخرة هاي متحركة. تمام، هي الإشارة اللي احنا بدنا إياها. صورة بعدين انتهت، هاي الإشارة اللي احنا بدنا إياها. ماشي، هاي بتدلنا أصلا كيف احنا نفحص، كيف نشتغل، شو الطريقة اللي نشتغل عليها. إذا عندي ترى حتى صورتها والله جوا هيك كمان حلوه. انت بدك الفراغ دوري، البصمات اللي عليها بصمات صحيحه. تمام، لجفها صحيح مليون بالمية. راح نفحص هاي كمان ونشوف هاي كمان في فحصها. طبعا انا اخذت الاشاره، هسه ارجع شوي بعدين خلينا نشرح لهم الاشاره، ارجع شوي لورا. الاشاره هي عباره عن تشكيل مغارة، إذا مغارتي جاية برضو غربية، يعني بوابتها غربية، عندي تشكيل مغارة لكن فيها دخول، ممكن يكون فيها سرداب لمغارة ثانية، يعني ممكن تودي في سرداب لمغارة ثانية. بصمات بنلاقيها جوا، حتى جوا الإشارة في بصمات. ماشي، إذا في عندي التشكيل، بعطيني أول مغارة كبيرة مش صغيرة، بعدين في عندي دخول بالاتجاه هذا لإشي ثاني، فراغ ثاني ممكن يكون فيه معدن. طيب
برضه نفحص هاي نشوف كيف فحصها. اليوم هي عبارة عن فحص يا اخواني، كل شغلنا فحص اليوم. نفحص على الاسياخ الجديدة عشان شوية سهولة. انا المنطقة انا ما بعرف فيها حدا صراحة، فبدناش حدا يجي يتفلسف علينا لانه حرشة اصلا، هي اراضي دولة. فراح نستخدم السيخ هذا، هذول استخدمناهم تحت، لازم نستخدم السيخ هذا نشوف ايش الوضع تبعها بكل سهولة. بدنا ناخذ الفراغ تبعها، راح نوقف الاشارة في ظهرنا ونروح بالاتجاه المعاكس، يعني باتجاه الشرق بدنا نروح، هي غرب هيك، باتجاه الشرق راح نروح علشان نشوف ايش بتوصلنا. احنا الامور هاي يا اخوان، احنا هسه هاي ما بنقدر نبحث فيها ولا اي مكان نقدر نبحث فيه، تمام؟ اللي بنقدر نبحث فيه اللي هي ارض خاصة تكون او امور زي هيك، لكن ارض حرجية زي هاي ما بتقدر تبحث فيها. اول شيء اراضي دولة مش اراضي لناس، يعني هاي الاراضي مش لناس اصلا، فيش حدا بيقدر يمنعك انك انت تيجي تعمل تنزه هون او تشوف الوضع، يعني تجيب العيال وهون وتقعدوا عادي، ما حدا بيقدر يمنعك، لكن تبحث بصير الامور اكبر من ما انت تكون قدها صراحة، ماشي؟ يعني بصير سين وجيم. فاحنا يعني بغنى عن هذا الموضوع، احنا بغنى عنه، ماشي؟ احنا هي قناة تعليمية يا اخوان، احنا بس بنورجيكم كيف الفحص، بنتاجر بالاسياخ، نعم صحيح، انا زلمة بتاجر بالاسياخ، عشان اللي بده يبعث تعليقات هسه ويبلش، انا زلمة بتاجر بالاسياخ، انا بصنعهم عندي، تمام؟ وببعثهم لكل دول انحاء العالم، لكل اي دولة موجودة في العالم ببعثهم، والرابط هيو موجود تحت الفيديو، رابط الحجز الاسياخ عن طريق الواتساب للشاب احمد، تمام؟ لكن احمد ما عنده علم بالاشارات، فاللي بده يبعث على الرابط، الزلمه ما بيعرف الاشارات كويس، فما راح يجاوبه على الاشارات، واذا اصر الشخص اللي بعت على الواتساب انه بده حل اشارات راح يعمل له بلوك يا اخوان، وما راح يتابع معه لانه عنده شغل ضروري، تمام؟ ايش ابو عدي؟ اخينا احكي. وهي ابو عدي بده يحكي لكم كلمه قبل ما نبلش نفحص. تفضل سيد ابو عدي. اخواني الله يطول عمرك. الله يعافيك. احنا دائما بننزل فيديوهات، تمام؟ بنشرح دائما مشان انتم تتعلموا وتثقفوا ان شاء الله معنا. تمام. في من بعض الاخوان نيجي مثلا نيجي ننزل فيديو يعني بدخل في مداخلات الحديث خطا. يعني لو بده يعلق يعلق ضمن حدود الاشاره، حتى لو احنا اخطانا بالتحليل. يعني لازم يكون يعني يكون المحادثه تاعته تكون جيده. ان شاء الله يعني رابطه بالكلام. ما في داعي يحكي كلام مش منطقي، يعني يكون طبيعي بالكلام حتى لو كان خطأ تحليل بس. تمام وشكرا. هذا هو السلام عليكم. بقول لكم حتى لو خطأ التحليل، هو بيحكي عن حاله يا اخوان، بحكيش عني انا، ما عنديش خطأ في التحليل الحمد لله. لا احنا بنحكي عام عام، لانه في ناس تدخل مداخلات تقول لك هذا تحليل وخطأ هذا كذا، مش مشكله يا سيدي، احنا ممكن نخطأ ما في مشكله، بس الميدان بيختلف. الكلام ابو عدي الميدان بيختلف، الشغل على الميدان بيختلف عن النظري وبيختلف عن الفيديو اللي انتم شايفينه يا اخوان. بس احنا الكلمه موجهه انه لما تيجي تحكي بالكلام بالمحادثه خلي كلامك لبق في المحادثه. والله شوف ما في داعي تشهر. افتح اشوف ايش هاي بلد، ايش ام لمبت، شو لمبت هاي حبيبنا ابو عدي. خلينا نكمل نفحصها يا اخوان ونشوف شو وضعها. تفضل ابو عدي. طيب برجع بحط الاشاره هاي، بحط الإشارة في ظهري، أنا الاتجاه اللي بدي إياه هذا هو. تنساش هو يمين ولا هو شمال؟ إشارة. تنساش تفتح رجليك ولا ما فيها فتح رجليك؟ مصر تمام. لازم أصور من هون أبو عدي. يلا. آخذ الفراغ أولاً. تمام هي الإشارة تحت، طبعاً زي ما قلنا يا إخوان هذول للبيع. ماشي؟ عشان واحد يجي يقول لك أنت بتاجر بالسياخ، أنا بتاجر بالسياخ يا إخوان. أنا لو عندي لحمة، أنا لو قناتي قناة لحمة بصير أتاجر باللحمة. قناتي قناة بطيخ بصير أتاجر بطيخ يا أخوان. قناتي قناة السياخ، شو أسوي لكم؟ إحجار بنتاجر فيهم. بحط الإشارة في ظهري، تمام؟ بروح بالاتجاه هذا لأنه هو الاتجاه اللي أعطانا إياه الإشارة، أو وضع الإشارة أعطانا الاتجاه بهذا الشكل هذا. بنمشي فيها. تمام سكرت. هون. نفس حدود الإشارة، طيب. أخذنا أول حد، لاحظوا. بدي أقيس لكم إياها. هي واحد، هي اثنين. هي ثلاث، هي أربعة، تمام؟ الآن بدي أخذ الفحص، أنا كنت رايح هيك بدي أخذ الفحص هيك، تعالوا بدي هون. أخذنا أول فحص هيك، الآن بدي أخذ الفحص هيك عشان أورجيكم شغلة مهمة جدا في تشكيل المغارة أو إشارة تشكيل المغارة، مهمة جدا نفهمها ونفهم إيش يعني تشكيل مغارة أو إيش يعني تشكيل إشارة معين، وصف ما تحت الأرض. أخذنا أول اتجاه هيك، الآن بدي أخذ الاتجاه هذا وأشوف قديش، هي واحد، هي اثنين. هاي ثلاث، هاي أربعة، هاي خمسة يا أخوان. زاد متر، زاد متر. طيب بدي أرجع للإشارة كمان مرة.
هاي الإشارة، أخذنا أول اتجاه هيك، ثاني اتجاه هيك، الآن بدي أخذ هذا الاتجاه. بسم الله. هاي واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 12، 13. أول أربعة، الثانية خمسة، الثالثة 13. هسه بفهمكم ليش بدي أرجع الإشارة كمان مرة وأخذها باتجاه برضه لهون. تعالوا هون عشان أفهم هاي الشغلة. بس والله أنا اللي مش فاهم بضلني أروح وأجي وراك ليش؟ ما بدك تصور. الإشارة أخذنا أول اتجاه هيك، ثاني اتجاه هيك، ثالث اتجاه هيك، 4 5 13. هسه بدي أبعد شوي وأروح بالاتجاه هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أي واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمس، ست، سبعة، ثمانية، تسعة. تمام، 4 5 13 9. شو راح أفهم هسه من القصة هاي؟ بدي أسكر محل ال 13 مرة ثانية من هون. هون تمام، بدي أسكر محل ال 13 مرة ثانية. لف عبودي هيك. أوكي تمام. الآن ليش بدي أنا أسكر محل ال 13؟ مهم جدا. تسعة أعطاني هون، أسكر محل ال 13. الآن هاي تسكيرة ال 13، بغض النظر هي على اليمين أو على اليسار، بالنسبة لي الفراغ هو هو. الآن على ال 13 بنزل السيخ، بمشي نص خطوة يا إخوان، نص خطوة بس، مشوش أكثر من هيك. برجع بفحص كمان مرة. ماشي، نمشي معاها زي ما بدها. الآن سكرت معي هون، قديش المسافة اللي سكرت فيها؟ بنحكي هي 1 2 3 4 5 تقريبا، 4.5 5. ليش أنا سويت الطريقة هاي؟ تفضل معنا عند الإشارة. البوفيه غاد، في عنا لحمة، في عنا شباب مسويين كمان ورق عنب. ماشي، شو عاملين كمان أبو؟ أنا ديك ديك على الإشارة سوا مرة. انزل ابو دقيقه، يمكن في رصد قبل شوي هنا، ايزي ذكرت في شغله، يمكن في رصد. رصد تعال من هون عشان تصور. نيجي للاشاره يا اخوان. اول فحص اخذناه هذا هو، ثاني فحص هذا، ثالث فحص هذا، رابع فحص هذا. تمام، ليش تعمدت انا اخذ الاتجاه؟ اول فحص هاي احنا حكينا 10 سم، هاي الذراع تبعه 10 سم. شوفوا اول فحص، هاي اول فحص اخذناه، ها تمام، قديش تقريبا يعني؟ خلينا ازز السيخ ذو ليش يضيع السيخ. تمام، هاي اول فحص اخذناه، هاي هون 4 سم. تمام، تقريبي احنا كله تقريبي. ثاني فحص اخذناه، ماشي، هيو مبين عندك العطر العلامه، انا قاعد هاي العلامه الثاني في قديش تقريبا؟ يعني تقريبا 6 وشويه. تمام، ثالث فحص اخذناه هذا هو يا اخوان، شايفينه؟ ال 13 لجوا داخل، يعني هي عددنا اكثر لكن هو تشكيل للمغاره. هي ال 13، التسعه هذا هو. اذا تشكيل المغاره صحيح 100%، الاشاره صحيحه 100%. على فحص الفراغ تعطينا اول شيء 4 بعدين 5، اعطتنا 13، قسمنا ال 13، طلعنا عن ال 13 وكملنا. ليش؟ لانه السرداب بده يوصلني لإشي ثاني، وضحت؟ اذا بده يوصلني لغرفه ثانيه، هاي الغرفه اللي مهمه، اتوقع انها هي راح تكون تكنيزيه الان مع الفحص ببين معنا. اذا اخذنا الغرفه اللي بعديها. الان التسعه مسكره، ممكن يكون في قبر. ماشي، الان بدي افحصها معدن. هسه تشكيل المغاره فهمناه يا اخوان، وفهمنا هي المدخل. طبعا المدخل بده يجي من عند الاشاره، هاي اشاره اللجف تبعت المدخل، هاي هي، ها هاي اشاره اللجف، اشاره واضحه وما في نزول كثير، يعني النزول اتوقع ما مش راح يتجاوز المترين، مترين ونص من هون بشكل عمودي، بعدين بتلجفه. هاي هون هاي تمويهيه. طيب نطلع فوق نفحص المعدن. هسه فحص المعدن احنا بناخذه بالطريقه السريعه، بس يصير عندك احتراف، بتبطل تاخذ الزجزاج. تمام، بصير تروح فوق الموقع تفهم السيخ، او تفهم على ايش بده يؤشر لك السيخ، تفهم حركته. يعني قلنا احنا اخذنا الاساسيات، الان باقي ما تبقى اجتهادك الشخصي، باقي ما تبقى السيخ شو هو بحكي لك، السيخ بفهمك شو تشتغل. هاي اشاره اللجف، الان بحطه على المعدن
شلت منه 10 سنتي تمام، حطه على المعدن وبنقول بسم الله وبنبلش نشوف اذا اعطانا تردد. الان اعطانا في تردد لكن بدنا نشوف وين هو. تعالوا مربع ايديك. مهم جدا يا اخوان خلوا السيخ يشتغل زي ما هو بده. الان رجعنا بالاتجاه هذا، تاخذ الاتجاه هذا واروح هيك، رجعني بالاتجاه هذا. هسه شوفوا وين راح، وين راح يوديني اهم شيء. تمام رجعني بالاتجاه هذا. هذا تحليل الاشاره. الميدان يا حميدان، انزل على الميدان يا حميدان، يا حميدان ماشي ورجينا شو بتشتغل هاي الميدان يا حميدان، شو بتفحص. انت قاعد لي ورا مكتب ورا التعليقات. شو ورا التعليقات بقول. تمام الان بدي اخذ الفحص كمان، لازم وين بده يوديني. ايوه هون برجع اخذه كمان مره. ربع معي يا اخوان. ليش ربع؟ حسب فهمي هاي تربيته. تمام والله صور عند ايدي يا ابو اوكي. قديش تعطيني؟ يعني خذ بدك اياه. الان يا اخوان شوفوا حركه السيخ. هي انا ماسك المقبض على زاويه 90، الان بس بحرك شوي. انتبهوا على ايدي، لا تنتبهوا على السيخ. تمام انتبهوا، بدي اياكم تنتبهوا انتباه شديد. هسه احنا لما بنصور انه في معدن يا اخوان، احنا مش قاعدين نتخوف ماشي، ولا قاعدين نحكي حكي هيك، وضحت. احنا فعليا نفحص معدن يا اخوان. انا فعليا هسه في الموقع هذا انا بفحص معدن، ما بفحص اشي ثاني. انتبهوا على ايدي، اذا في ايدي حركه جاوبوني على التعليقات، قولوا لي في ايدك حركه. راح اخذ عندي التربيعه، هي ايدي مبينه ماشي. خليك مركز على ايدي بهدي. الان هي انا ماشي، ايدي ما تحركت، اعطاني السيخ اتجاه تمام او ربع معي، لكن ايدي ما تحركت. طب بدي ارجع لورا، هي رجعت لورا ايدي ما تحركت. اذا الحركه بتيجي من السيخ يا اخوان، هاي مش تخويف، ولا احنا قاعدين بنمزح، ولا احنا بس مجرد بدنا لايكات ومش عارف ايش هالهبل هذا. كل شوي واحد يطلع لك واحد اهبل بقول لك بده لايك. هذا بده لايكات، هذا بس بده لايكات. لايكات انا لو بدي اطلع ذهب يا اخي خال، انا كل يوم بطلع ذهب. لو بدي اطلع انا كل يوم بطلع، وضحت. بس انا ما بدي، انا ما بدي قاعده، عندي قاعده ما بدي ما بديش طلع ذهب. تمام مشان هيك بنقول المداخلات تكون اللبق بالكلام بس. منطقيه. طيب بنرجع على التربيع عشان افهمكم شو اللي صار هون بالضبط. هاي تربيعة واحدة، هاي تربيعة ثانية، هاي طويل الفيديو بس مش مشكلة يا اخوان، تعليمي حلو. اذا في عندي تربيعة صحيحة مليون بالمية. التربيعة جاية بال13 مش جاية بال9، التسعة هون، ال13 هون. اذا في عندي غرفة مدفنية موجودة، مدخلها من هناك تدخلوا عليها. في عندك فراغ الله اعلم شو يكون فيه ماشي، احنا نفحصش فخار ومفخار وقصص هاي الفاضي نفحصها. في عندي فراغ هناك، لكن نهاية الفراغ في حيط، الحيط اللي اكست عنده اول مرة اللي على 13 اكست عنده. بعد الحيط في عندي غرفة، ممكن انت وانت في المغارة ما بتشوفها تمام، لكن بعد الفحص انت صرت تعرف انه في عندي تقريبا 60 سنتي 70 سنتي هي عبارة عن حيط موجودة بين هاي المغارة وهاي المغارة. بدخل على الغرفة الثانية، الغرفة الثانية اللي فيها القبر التكنيزي او المدفن التكنيزي، راح تكون بالغرفة الثانية ماشي. وهذا مهم جدا نفهمه في الفحص، نفهمه من الاشاره نفسها، وانه الاشاره على ايش بتدلنا، وانه وضع الاشاره ما حطها لانه بده يتسلى ماشي. في اشارات انحطت عشان واحد يتسلى، مثل اللي بتشوفوها انتم، رسمه حمامه، رسمه جمل، رسمه مش عارف ايش، حكي فاضي هذا كله. هذا حطوها عشان يتسلوا شويه، بدو كانوا عايشين في المنطقه، او الرومان اللي كانوا عايشين كانوا فاضيين اشغال، فيش عندهم تلفزيون، فيش عندهم مسلسلات تركيه يا اخوان. المسلسل التركي ساعتين ونص الحلقه، انا باليوم بحضر اربع حلقات. شو بده الشب هذا؟ شو بده؟ تمام وينه؟ راح غنم. شو بدك؟ شو بدك فيه؟ رصد؟ راح غنم ماشي. فبتسلى يا اخوان، بكون يتسلى، بحط لي رسمه جمل ولا رسمه قرد ولا هذا، بيجي الخبره من اخر الدنيا بقول لك اوه رسمه حمامه، وحمامه قاعده على بيض. شو الحمامه قاعده على بيض؟ اصحوا يا عالم. تشكيل اشاره داخل الصخره، باخذ التشكيل هذا، باخذ تشكيل المغاره، بفهم شو عندي، بفحصها بالاسياخ وخلصنا منها السلافه. فيها معدن بحفرها، فيش فيها معدن بنسى موضوعها، بضلني ماشي على المكان الثاني. كثير ورحنا على اشارات بتلاقيها فعلا اشاره قويه بس ما فيها معدن. ليش؟ لانه وضعها واحد بتسلى ماشي، بتسلى فاضيين اشغال. طيب فهمنا هسه احنا من الحلقه تبعتنا هاي اليوم، طويله شويه لكن مهمه كثير، فهمنا انه الاتجاهات اللي للغرب مش قاعده، لكن في مناطق هاي قاعدة، في مناطق قاعدة لكن هي بالنهاية مش قاعدة، وضحت. الاتجاهات للغرب في مناطق معينة بيكون كل الاتجاهات تبعت المقابر للغرب،
وضحت؟ لكن هاي الغرفة اللي أنا واقف عليها هسه اللي فيها المعدن، هاي مش اتجاهها للغرب، هاي من تحت الأرض، لكن البوابة باتجاه الغرب. ممكن يكون في تمثيل، ممكن يكون في قرود، ما بعرف شو بكون. أنا ما لناش مصلحة، إنها مصلحة في إشي اسمه معدن الذهب فقط لا غير. وفخار ما بدنا، ما بدنا برونز، ما بدنا ذهب إحنا يا إخوان. بس إحنا ناس بندور على ذهب، ما بندورش على فخار أو على إشارات. طبعاً الحلقة هاي كانت تعليمية بحتة، من أهم الحلقات إن شاء الله اللي راح تشوفوها، واللي في لسه حلقات أهم منها. وإن شاء الله إحنا متميزين، وانتم بتعرفوا إن التميز عندنا في كل إشي معلومات جديدة بتوصل لمخ المتفرج أو مخ المشاهد بطريقة بسيطة جدا. وإن شاء الله يا إخوان إنكم استمتعتوا في هذا الفيديو، وبنشكرك أبو عدي على الشغل الحلو. ونشكرك أبو عدي كمان مرة. رجاء اللي بده يعلق بأي تحليل يعلق يكون كلامه لبق، ما في داعي يحكي أي كلام مش عاجبه مصر، مش عاجبه تحليلنا، مش عاجبه شغلنا، ما في داعي أصلا يطلع من الصفحة أو ما يعلقش، يكون هيك يعني اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه مع السلامة. مش المقصد هيك. لا لا هذا قصدك يعني، يا سيدي اعتبره هذا قصدي. بس المقصد إنه في ناس بالتحليلات، إحنا بنشوف ناس بالتحليلات يعني كلام كثير يعني مش كويس. إحنا يعني ممكن نعمل له حظر، بس إحنا بدناش نعمل هيك. لا إحنا بنحاول دائما إنه إحنا نفهم ونعرف شو شغلنا وطبيعة شغلنا. فرجاء الخاص إنه ما في داعي للتعليق الخطأ. بس شكرا لكم، الله يعطيكم. والله شكلك أنت بتبحش يا أبو علي، شكلك بحيش أنت. أنا تعب حيش. نشكركم جميعا للمتابعة، لا تنسونا من اللايكات يا إخوان، وتنسوش الرابط تبع هذا السيخ اللي احنا بنبيعه. نعم صحيح، احنا بنتاجر بالاسياخ. الرابط تبع هذا موجود في اسفل الفيديو، بتقدروا تشوفوا رقم الواتساب للشاب احمد، وبتقدروا انكم تستفيدوا ان شاء الله، تاخذوا سياخ تفحصوا عليها وتترزقوا. واهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم المتابعة.